اهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى اختي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، ومرحبا بكم فلوق جديد ومرحبا بكم في نهار جديد. اول حاجه بغيت نقول مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، شكرا على تعاليقكم، شكرا على لي لايك ديالكم في اخر فيديو، شكرا على الدعم ديالكم، ومرحبا بكم في القناه ديالي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم محتوى ويعجبكم فيديوهاتي، والهلا يحشمنا يا ربي. كيف ما كتشوفوا عندي واحد العراضه خفيفه ظريفه ما بيناتنا حنا الصحابات، تشهاو عليا اختي الدجاج المحمر، قلت لهم والله حتى نصوبوا لكم من جديداتي ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا عندي ثلاثه ديال الدجاجات مغسولين بيومين قبل، مسقطرين كنت دايرهم في الفريكو، هنا شرملتهم بليله قبل باش كنحيد عليا الشغالات، وهكذا نيت حتى الدجاج كيجي مشرمل لا كان بايت حسن. بالنسبه للبنات الشرموله الدجاج راها معروفه اختي، راه ما كاينش شي حادقه مغربيه ما كتعرفهاش، ملحه بزار دامه ديال الزعفران سكينجبير الخرقوم الربيع والحامض مصير والثومه، نتمنى ما نكون نسيت والو. طحنت كلشي، درت هاد الشرموله في هاد البانيو هذا وشرملتهم اختي وخليتهم يترقدوا في هاد البانيو هذا، غطيتهم بابي سولوفان وخليتهم ليله كامله حتى لغد لي عاد ان شاء الله غادي نطيبهم. كما قلت لكم بغيت نحيد عليا 70% ديال الشقه بالليل. هنا غادي نشارك معكم واحد الكلاص ديال الكراميل، كيجي كيحمق البنات، هماوي زوين، تحطيها اختي ضيوفك يحماقوا عليه، حتى المكونات ديالو البنات ماشي زعما غاليين ولا ما كيكونوش في الدار، يقدروا يكونوا عندك، وحتى الا خديتيهم اختي راه ما غاليينش بزاف. عندي هنايا بواطه ديال كريم شانتيي كما كتشوفوا، درت انا غير هذيك العاديه كتكون ديال الفاني. صافي خويتها هنا في هذا لو بول هذا اللي غادي نخدم فيه ديال العجانه، وعندي البنات سنيده، درت 4 ديال المعالق ديال سنيده. بالنسبه للحلاوه تحكمي فيها اختي كيما بغيتي، ولكن راكم عارفين الكلاص اختي كيقول لك حلي باش تولي الكلاص، كيبغي شويه يجي حلو باش كيجي زوين. عندي هنايا صاشيه ديال الفلون كاراميل كبيره، الا بغيتي ديري الصغارين ديري صغارين جوج، انا درت وحده كبيره هنايا كما كتشوفوا ديال الكراميل. ونسيترو ديال الحليب يكون بارد البنات، هانتوما كيفاش كتشوفوا راه كيهبطوا فيه الطراف، كنت دايره في الفريغو خليته حتى برد مزيان بحال شي شويه غادي يتجمد، باش ديك الشانتيي كطلع معاك دغيا دغيا وما كتعذبك ما كتمحنك ما حتى شي حاجه. صافي بديت كنستعمل هنايا العجانه، الا عندكم الباتور ديروه. سمحوا لي على الاضاءه اختي هنا نقصات، حيت رينغ لايت ودرت العجانه. المهم بديت هنا كنخلط ديك شانتيي مع الحليب مزيان مزيان حتى شي شويه كتقرب تطلع. عندي هنايا حليب بيروسيما، هذا راه البنات كتلقاوه في الحوانت في لي غون سيرفاس، المهم فين ما مشيتو كتلقاوه، كيعطي اضافه زوينه للكلاص. خويت بحال هكذا بواطه وحده كيف ما كتشوفوا، وفي نفس الوقت راه الكلاص ديالي كيطلع وانا كنزيد هاد المكونات هادو. وباش نعززوا داك المذاق ديال الكراميل استعملت انا هنايا جوج دانون كراميل، يمكن لك ديروها البنات هذا ولا ديروا الاخر اللي كيكون بحال الفلون، ليكم الاختيار. انا كنستعمل هذا صراحه كان هو اللي مجربه دائما كيجي به الكلاص زوين. خويتهم هنايا بجوج وخليت مازال داك الكلاص ديالي كيطلع حتى غادي يطلع لي شانتيي مزيان، ما تقصحوهاش البنات، هانتوما كتشوفوا كيجي فحال هذا الشكل هذا، ما خاصوش يجي قاصح بزاف، انا غادي نوريكم كيفاش غايجي في الاخر. عندي هنايا واحد ثلاثه البواطات ديال البسكوي، ديروا اي بسكوي بغيتو، اوريو ولا ايو ولا المهم اي بسكوي نتوما كيعجبكم. صافي هنايا هرستو شي شويه داك البسكوي وبديت كنزيدو على هذيك الشانتيي اللي طلعت الكونتيتي، تبارك الله راه كتعطي هاد المقادير اللي عطيتكم كيعطيو كلاص طالع وزوين وهماوي، راكم عارفين اختي شوفة هي كلشي العين كتاكل قبل من الفم ومن المعده. خديت البنات هاد المول هذا اللي كيتحل من الجناب، خويت فيه الكلاص ديالي مزيان، راه كما قلت لكم جا طالع وجا عامر. بالنسبه حتى الناس اللي بغاو يديروا مول كبر من هذا راه غادي يجيكم مزيان، ما يكونش طالع بزاف ولكن غادي يجيكم كبير. صافي هنا من بعد ما خويت الكلاص ديالي قديت ليه الوجيه ديالو، درت ليه السولوفان
ودخلتوا للفريغو ليله كامله اختي حتى الغدا وغادي نزوقوا ان شاء الله. ودابا كبيدات كما كتشوفوا عجنت لاباط ديال البيتزا، بغيت ندير دي ميني بيتزا هكذا نقاد ليهم لاباط ديالهم اليوم في الليل باش غدا ان شاء الله منين نتغداو نبغاو نديرو غوتي هكذا غير نعمرهم ونديرهم في الفران. ودائما كتكون عندي هاد ميني بيتزا كنقاده وكنخليها في الثلاجه باش اوكاو هكذا جا عندي شي حد على غفله ولا كنت مثلا باغا ندير غير عشاء خفيف ولا شي حاجه كنعمرهم كتجي لاباط ديالهم كتحمق. راني عطيت منهم لصاحبتي صراحه ذقتهم واحد المره وعجبوها بزاف قالت لي راه ولدي جي هذا عجبات ولاباط ديال البيتزا صوبي ليا شي وحدين شي نهار ان شاء الله غادي نشارك معكم لاباط كيفاش كتجي انا متاكده غادي تعجبكم. وهنايا كبيدات كنصوب واحد التحليه زوينه كتجي بالبسكوي بجوج هكذا طبقات ولا ثلاثه طبقات المهم ديروا فيها القياس اللي بغيتو. كنت غادي نديرها صراحه شوكولا ولكن صاحبتنا امال ما عندهاش مع الشوكولا بزاف فاختاريت انني نديرها كغاميل. خديت هنايا بواطه ديال البسكوي باكيه ديال ماريا ديروا اي بسكوي بغيتو هرستو بحال هكذا كما كتشوفوا حتى كيولي رقيق ما طحنتوش البنات بزاف المهم كتهرسيه حتى كيولي بحال هكذا كما كتشوفوا. وزدت عليه 4 المعالق كبار ديال الزبده مذوبه وبديت كنجمع في داك البسكوي حتى يبان لكم بحال هكذا كيتجمع ضروري انه يتجمع لكم باش كيصدق مزيان ومني كتقطعوا ديك التحليه ديالكم ما كيبقاش يتفرتت. صافي خديت هنا عاوتاني هذا المول هذا اللي كيتحل من جنب واحد اختي ديالي واحد جبته من عند ماما قلت لها راه غادي نحتاجهم بجوج. صافي قديت هنايا البسكوي في المول بديت كنثبتو مزيان مزيان كنقاد ليه الوجه ديالو من بعد ضروري ما غادي ناخد شي كاس وكنبقى نقادو مزيان باش داك البسكوي كيتثبت في الطاوه. وكما قلت لكم كيجي ملي كتبغيو تقطعوه ما كيبقاش يتفرست لكم ضروري ديروا هذه المرحله هذه انكم توركوا عليه بحال هكذا بالكاس باش كيجي ثابت. اختي اللي فيا ما مهنيني واخا الكاس كنعاود ندير المعلقه ونعاود نقادو مزيان عزيز عليه داكشي يجي مقاد هو هذاك. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الطبقه الثانيه. عندي هنايا البنات نسيطرو ديال الحليب وكاس تقريبا المهم ماشي طروت الحليب نسيطرو وعاد كاس ديال تقريبا كاس ديال العنب. صافي خويتهم هنايا في هذه الكاسرونه هذه زدت عليهم هنايا زوج شاشيات ديال الفلون كاراميل بحال غادي نصوبوا الفلون. الا درتو الصغار البنات خاصكم راكم عارفين ما كيكونوش فيهم سنيده ما كيكونوش فيهم سكر خاصكم تزيدوهم انا ما زدت لا سكر لا سنيده لا حتى شي حاجه درتهم فوق البوطه بحال غنصوب الفلون عادي حتى طلعت فيه الغليه وحيدته. وهنايا في الكاس ديال مولينكس غادي ناخذ البنات ثلاثه ديال بواطات هاد هيرنيس هذا ديروا عاوتاني البسكوي اللي بغيتو غير هاد هيرنيس هذا كيجي في الكريمه زوين كيعطي واحد المذاق زوين انا استعملته هو وانتم اختي لكم الاختيار ديروا اي حاجه موجوده عندكم. شوفوا منين تبغيو تقادو شي حاجه باش ما تعكزوش وباش ما تحرموش راسكم منها عدي باللي عندك جربي هاد المره بهاد البسكوي مره اخرى هكذا بسكوي اخر وشوفي انت كي غادي يجيك المذاق. المهم درت انا ثلاثة هادو ديال هيرنيس في هاد الكاس ديال مولينكس حيت غادي نطحن كلشي. ومن بعد زدت عليهم هاد الكريمه هادي السائله 200 مليلتر بحال هكذا اللي درت عندي انا هاد الكريمه هالطا ديروه لالا ولا ديروا المهم الكريمه ديال العبار اللي بغيتو. وواحد المعلقه صغيره ديال القهوه تكون عامره هاد القهوه كتواتى مع الكراميل كتجي غزاله كتجي خطيره بمعنى الكلمه جربيها اختي وردي عليا. صافي هنا خديت داك الفلون ديالي مع الحليب بديت كنزيدو على داك البسكوي وغادي نبدا نطحن داكشي مزيان مزيان حتى كيبان ليا صافي البسكوي طحن الخليط تخلط مزيان. غادي نخرج هاد المول ديالي راه كنت دايراه البنات في الثلاجه داك البسكوي كنت دايراه في الثلاجه بلا ما وجد طبقه ثانيه. صافي خويته مزيان هنايا كامل ودرت ليه البابي سلوفان ودخلته للثلاجه ليله كامله. وهنا يا اختي اليوم الثاني اللي هو ديال العراضه فقت بكري غادي نقول لكم صباح الخير عليكم صباح النور. فقت بكري نصبت الدجاج ديالي هو الاول شلطت عليه بصيله درت عليه المريقه وخليته كيطيب على خاطرو مشيت جمعت الدار واحد الجميعه خفيفه دوز اختي جفيف لو غران ميناج راني دايره نهار بقبل ولكن ضروري هكذا من جميعه خفيفه جفيف باش كتبقى ريحه زوينه ريحه النقه في الدار
وأكيد ومؤكد أنني ندير البخور. أنا من عشاق البخور، ضروري نبخر داري كاملة، البيوتة كاملين، وكنخليه مطلق فيها باش ضيافي أختي فاش كيجي وكيشموا ريحة البخور، كيشموا ريحة النقا، حتى أنتي كيشموا فيك ريحة زوينة، ما كيشموش ريحة الطياب ويشموا ريحة التومة وما يعرفوكش شنو دايرة. خلنا راه صحباتي كانوا عارفيني شنو دايرة، حيت أختي هما اللي طلبوا ليا دجاج محمر. ولكن المهم ضروري ما نبخر الدار باش كتبقى فيها كما قلت لكم ريحة زوينة. مشيت وجدت راسي، كان عندي الوقت حيت شنط بكري، وجدت راسي، بدلت حويجاتي، تماكيت شي شوية، سمحوا لي ما صورتش معكم دوك اللقطات حيت مع تقادي توجدت راسي صافي وصلوا البنات ونسيت ما نصور لكم ديك اللقطة. مهم هنا من بعد ما بخرت الدار وجدت هنايا هاد الطبيله هادي، درت فيها التقيوتات هادو. الا دخلوا نعمروا كويس اتاي مي ابارامون اختي ما عمرنا لا اتاي لا والو، جاونيش انا مع الغدا قالوا لي ريحه الدجاج محمر عاطيه في الدار كتشهي، ما بغينا لا اتاي لا عصير لا حتى شي حاجه، بغينا نتغداو. الا كلينا شي حاجه غادي نشبعوا دابا، قلت لهم اختي خاطركم واللي يكون صافي. غير دخلوا ارتاحوا شويه وحطينا الغديوه، وصراحه داز نهار غزال. المهم هو اننا جمعنا، غادي نخليكم اختي مع لا فيديو فرجه ممتعه. ايوا اهلا وسهلا. ويلي 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 اختي مالك انت براسك؟ وهذه كبيدات هي الغديوة ديالنا. صراحة جد دجاج بنين حماقوا عليه البنات، درت صالاد هنايا خفيفة ظريفة، المهم حطيت لي قسم الله تغدينا صراحة وداز نهار زوين. هنايا الكلاص اللي صوبت معاكم كيجي غزال، زوقتو من الفوق بيسكوي وداك سيكار وصوص كاراميل، جربوه انا متأكدة غادي يعجبكم. ودابا البنات وجدنا هنايا الكوتي كما كتشوفوا، يلا غادي نشربوا كويس اتاي. المهم قادينا طويبلة، شاركت معكم هادو جابتهم أميمة، وخلاص هادو هادي جابتها امل، وهادي صوبات هادو عاء صراحة كتجي غزالة بريوش معمر لداخل لا معمر كتجي زوينة الصراحة. صوبتها الانسة المحترمة المصونة دعاء، ايوا خلاص انا راه شاركت معكم في الاول. ها هما اختي بيتزات خليتهم لي. شوف العار ركزي لي على الساشيني من موراك، شوف جات بشرت ما بكثرة ما عجبوني، قلت لها صوبيهم يا نبقى نديرهم. وجدتهم لك شحال هادي؟ نبقى نديرو هكا ولدي في اللانش بوكس حيت ما كياكلش لي البيتزا، ونهار اللي جاتهم لي عندي الدار كياهم صحة وراحة غزالة. لي باط لاباط راه ديما كتصاوبها كتبارطاجيها معاكم، دونك تبارك الله. فيقي جهاد ياكل جهاد، هيا بيتزا كيتفرج، هيا بيتزا. والمولدي دابا بواحد البيتزا ما نمشي لكم القراح عنده عجباتو الصخيرات عجباتو شي سيرو البنات. إوا صافي معانا أميمة حتى هي، وحنا دابا غنديرو الكوتي وهانتوما معانا البنات. يا اختي ما عرفتش واش نقول لك صباح الخير، ورا نقول لكم اهلا كبيدات. البارحه اختي ما كملتش معاكم الفلوغ، من مورا ما مشاو البنات دوزنا نهير 5-5 اختي، نشطنا فيه، شطحنا، حيحنا، تجمعنا، تغدينا مع بعضياتنا. والله الا بعض المرات كنكونوا محتاجين هاد الجمعيات هادو ما بيناتنا حنا البنات، واخا تخرجي مع راجلك واخا تخرجي مع داركم ضروري هكذا البنات مع بعضياتنا. فاش كنتلاقاو راكم عارفين كدوز خرجه كدوز جلسه ولا خرجه مع بعضياتنا غزاله 5-5. ايوا اختي من مورا ما مشاو البنات جمعت الدار واحد الجمعه خفيفه وداكشي، غسلت المعنات ديال الكوتي واختكم طاحت كا. والله الا نعست بكري البارح قلت حتى الغدا ونكمل مع الغزالات ديالي اختي الفيديو ديالي، ما نقدرش نسدو لكم هكذاك بلا ما نختمو لكم.
قلت عاد غادي نسد معكم فيديو مور لقيتوني فقط دوش مورا ما كمل الجماع الدار داك الشيء شفختي هاد الشكاكه دوشت خليتها هكا كتنشف في الهواء الطلق بزاف كيقولوا لي خلي شعرك بوكلي وداك الشيء ولكن صافي بقوه ما شحال هذه كنت كنبوكليه بزاف طلع لي في راسي دونك تنشفو غير بالسوشوار دابا ما قصتو ما والو دوشت وخليته ينشف على راحتو. غادي نشارك معكم اختي الكادو اللي جابت لي صاحبتي امال. شوفوا لي اختي غير الباكاجين ديال الكادو كيفاش داير غزال تيحمق صويك زويون وعاد في الداخل ديالو اختي بارفان. انا راه حليت البارح بالليل باش ما نكذبش عليكم حيتاش بغيت نشوف اختي شنو الكادو معجبتو لي وكنا مشغولين في الكوزينه. ايوا بالليل حليتها جابت لي واحد البارفان غزال الصراحه كتحمق ريحتها فنه شاركها معكم. فوالا هادي عودة البنات عود فاني عرفتو شنو غزالة كتحمق ريحتها عارفاني هي عزيز عليا ريحة العود مبلية بيهم. ريحتها هاكي اختي هادي ليك اختي هادي ليكم كنتي حدايا نديرها لك. ريحتها فريمون فنه حمقاتني عجبتني بزاف. غادي نقول لك شكرا امل لهلا خطيك. كانت جلسة زوينة كانت جمعية زوينة نعودوها ان شاء الله ونجمعو عاوتاني ونضحكو اختي ونشطو. نتمنى كبيدات الفيديو يكون عجبكم يكون خفيف ظريف على قلبكم. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم اختي كتري ليا لي لايك الا عجبك الفيديو وما بغيتينيش نغبر عليك كتري ليا لي لايك. ما تنساوش تخليو لي تعليقكم الزوينه كتعجبني اختي كنقراها بكل حب كنجاوبكم كاملين كنهضر معكم كاملين. وما تنساوش تدخلوا عندي انستغرام ديالي غادي نخليه لكم هنايا انستغرام ديالي اختي دخلي عندي راه كنكون حاضره وبقوه تما ما تنغبرش عليكم. بوسه لكم كبيره والهلا يخطيكم عليا